الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما وعلى آله وصحابة أجمعين. أولا نحن متواجدون هنا في هذا الضريح لاحتفال بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سنة حميدة ورثناها منذ الأجداد منذ زمن قديم. هذا احتفال يدخل في إطار الاحتفالات مغاربة قاطبة بولادة صلى الله عليه وسلم. معلوم أن التاريخين أن المغاربة أبلوا البلاء الحسن في محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدموا مثالا رائعا في محبته صلى الله عليه وسلم. فكلما أتيحت لهم فرصة للاحتفال بميلاد صلى الله عليه وسلم إلا وقاموا بهذا الاحتفال. والمناسبة الشرط كما يقولون، كلما هل علينا شهر ربيع الأول إلا وترى السكان المدينة قاطبة يحتفلون كل على قدر استطاعتهم وكل كيفيته الخاصة. نحن في إطار جمعية الصفا لمدح المصطفى
التي سنحتفل ان شاء الله في هذه السنه السنتين المقبلتين بالذكرى الذهبيه 50 سنه على في عمر هذه الجمعيه. جل المادحين او كل المادحين مسمعين الذين تخرجوا من مدينه مزان تخرجوا من هذا المكان الذي نحن فيه. فضريح مولاي علي محمد رضي الله عنه هو عباره اصبح عباره عن مدرسه سماعيه وزانيه بدون شك، وهذا معروف في المغرب كامل في الصعيد المغربي قاطبه. فجميع المسمعين تخرجوا من هذه من هذا الضريح المبارك، بحيث ان لنا كل جمعات حصه رسميه في اصيل بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب، كل اسبوع يوم كل اسبوع لنا حصه هنا في هذا في هذا المقام. هناك اجيال، دابا احنا جيل على اعتقد انا عبد الله الذي تحدث معك الجيل الثالث او الرابع، ولدينا اجيال سعر من 13 سنه 14 سنه 10 الى اخره، هناك اجيال ما يقربوا عن 70 80 مسمع ولله الحمد. وقد الحمد لله ولله الحمد استطاعت ان تتخرج من هذه المدرسه اطر عليا في جميع تشارك في جميع المهرجانات التي تجد في المغرب او خارج المغرب، وفي الحضره السلطانيه ايضا لدينا ممثلين كثر الحمد لله داخل الحضره المولويه في الحضره السلطانيه في ذكرى المولد او ذكرى الوفاه المغفور الى الحسن الثاني. تتمثل الجمعيه بازيد من 10 عناصر. ميزه اخرى تمتاز بها الجمعيه ولله الحمد هو انه نحاول ان نؤصل حاولنا ان نؤصل هذا التراث هذا الفن تاصيلا علميا معرفيا، اي لم يعد الامر مقتصرا فقط على الانشاد والسماع، بل هناك بحوث وابحاث واطروحات جامعيه في هذا المجال. لدينا ما يزيد ما يقرب عن 10 بحوث في الاجازه، لدينا دكتورتين ديال الدوله، لدينا ماستر ثلاثه ديال دبلوم دراسه المعمقه دبلوم دراسه العليا. اما الاجازه الحديث ولا حرج ولله الحمد، بناهيك عن الطلبه اللي كيقراو في الابتدائي والثانوي. انها ساعه من الجنان شعشعت انوارها وتلألأت اسرارها ولاحت للعيان دقائقها، وكيف لا ونحن في هذا الصرح المبارك ضريح هذا القطب الولي العارف بالله سيدي علي محمد رضي الله عنه وارضاه ونفعنا ببركاته، وكأن ما قاله السابقون يتحقق. سيدي علي بن أحمد كان من العلماء العاملين، وهو الشيخ السادس في السلسلة المباركة لزاوية دار الضمانة. في عهده شعشع العلم في هذه المدينة وكبرت مدرسة العلم، ووصلت خزانة العلم هنا إلى 130,000 مؤلف. ولكن هذا الجانب العلمي، وكان له جانب جمالي، وهو ما نرى أسراره اليوم وما نرى ثماره هذا اليوم تتحقق بفضل الله. ونحن نرى هذه الوجوه النيرة وكلها تصدع بذكر الله وبالصلاة على رسول الله بقلوبها بعقولها بحناجرها بوجدانها، وكأن هذا العنصر الذي تكلم عليه الشيخ مولاي الطيب لا زال يسقي. سيدي علي بن أحمد عاشر كبار أقطار الطيب، وعاشر الشيخ أبي العباس سيدي أحمد التجاني، ولقيه ولقي الشيخ مولاي عبد الدرقاوي، ولقي سيدي محمد الحراق، ولقي سيدي أحمد بن عجيبة، ولقي كبار أقطاب وعلماء هذا العصر، فنال من هذه البركات ومن هذه الأسرار ما وما زال يتجلى اليوم في هذا الضريح، حيث يضم أكبر مدرسة في هذا التجلي الجمالي في المغرب قاطبة، بل يمكن أن نقول في العالم الإسلامي. إذا سمحتي واحد قصة بسيطة يرويها سيدي حمدون الطهري رضي الله عنه صاحب كتاب تحفة الإخوان في مناقب الشرفاء والزاد، يحكي قصة أن الشيخ مولاي الطيب كان له قولة يقول فيها: كل العناصر تنشف ولا يبقى إلا عنصر بوزان
يسقى منه أهل المشرق وأهل المغرب. قال ومرة كان بعض الفقراء، فقراء الشيخ مولاي العرب الدرقاوي رضي الله عنه، اجتمعوا ببعض فقراء دار وزان بفاس، وكانوا يتجادلون أطراف الحديث، فذكر أحد فقراء دار وزان هذه الكلمة الشيخ مولاي الطيب، وكان المقدم مولاي العربي يستمع، فكأنما استهجن الأمر، ولما خلا بمريده وفقرائه قال لهم: إن هؤلاء الناس يدعون أشياء فوق طاقتهم، هل هم وحدهم لهم السر؟ فذهب أحد المريدين إلى الشيخ مولاي العربي وكان لا زال حياً رضي الله عنه، وأخبره بهذا الكلام، فنادى على المقدم وقال له: أتحجر فضل الله؟ أتعلم أن الشيخ مولاي الطيب تواضعاً قال عنصر، وإلا فهو البحر. ودعا كل المريدين قال لهم: أهجروا هذا المقدم، لأنه حجر فضل الله واستصغر هذا الفضل. هذه أنوار نراها اليوم ولا زالت سارية في هذا البلد، ونحن نعلم الدعاء الذي دعا به مولاي عمر الشريف لما دخل إلى وزان، ولا زالت عامرة بالأسرار بالأنوار بالبركات، ستبقى هكذا حتى نلقاه إن شاء الله. يأتي هذا الاحتفال رباني في إطار المختلف الاحتفالات التي ما فاتئت دار وزان تقوم بها منذ قرون، ومنذ إطلالة شهر ربيع المحمدي ربيع الأنوار بدأت هذه الزاوية على غرار الزوايا المختلفة فرحة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، تقيم مجالس الذكر والمذاكرة، مجالس ذكر الشمائل المحمدية، مجالس تدارس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتعريف به وبكمالاته ومكارمه وأخلاقه إلى غير ذلك، و تروح وتروحن هذه الجلسات والمجالس بمدائح نبوية يفيد عليها زوار ومحبون وولوعون من شتى أنحاء المغرب، كما حصل اليوم في مزار مولاي علي بن محمد أحد أقطاب هذه الزاوية. والحاضر في هذا المجمع سوف أولا يشعر بطبيعة الحضور، فهم محبون وباحثون وعلماء وأشراف ودارسون وولعون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم فرح بالمصطفى امتدادا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والرحمة المقصودة في هذه الآية هي رسول الله باعتباره رحمة للعالمين كما جاء في الآية الكريمة. لهذا هذا اللقاء هو تتويج لمختلف الاحتفالات التي جرت في هذه المدينة، وأيضا لحظة ابتهاج استثنائية من خلالها نعبر عن ارتباطنا الوجداني والروحاني والوجود برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه هذا اللقاء هو لقاء لبساط الفن، فن المديح والسماع الذي له أصل أصيل في هذه المدينة، والذي أصبح هذا المزار مزار مولاي بن أحمد مدرسة سماعية مديحية قائمة الأركان ذات أصول معرفية وعرفانية وفنية وجمالية، سوف يكون على الباحثين أن يهتموا بها ويكشفوا أسرارها وأنوارها ويحاولوا أن يقعدوا لها سواء على المستوى المعرفي أو العرفاني أو الجمالي، من أجل إبراز هذا الشعاع الخاص الذي ينطلق من وزان إلى السماء وأيضا إلى العالم، تعبيرا عن محبة رحمة محبتنا جميعا للرحمة المهداة والنعمة المجداة. وشكرا. اللهم إنا نسألك يا سيدنا ويا مولانا ويا علي نصرنا ونجوانا أن تشملنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الطريق المبارك وفي هذه المدينة المباركة، أن تشملنا بأنوارك وأن تعود علينا بأسرار من نحتفي به في هذه الليلة. اللهم إنك تعلم أننا ما اجتمعنا إلا محبة في رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا ما اجتمعنا في هذه الليلة المباركة إلا فرحا به وفرحا بظهور نوره في هذا الوجود، فاللهم كما فرحنا به الآن في هذه الدنيا فأفرحه بنا
يوم نلقاه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا أتينا محبة فيه وفرحا به صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. فاللهم عد علينا من فرحه بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اشملنا بعنايته واشملنا بأسراره وحفنا ببركاته، وعد علينا من أنواره ما تملأ به قلوبنا وتملأ بها عقولنا وتحرك بها وجداننا وتنشر في جوارحنا ما ننشط به في بابك وفي عبادتك، حتى نكون لك كما تريد منا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم حفنا جميعا بالأنوار والأسرار والبركات والفتوحات يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحباب تعذرت عليهم الأسباب للحضور، فاللهم أنلهم جميعا سؤلهم، اللهم أنل للجميع سؤلنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إن لنا جميعا طلبات، اللهم إن لنا جميعا انتظارات، اللهم احقق رجاءنا جميعا، اللهم احقق رجاءنا جميعا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما ثلوناه في هذه الليلة المباركة من الذكر الحكيم ومن الصلاة على مولانا مصطفى الكريم، اجعلها منا هدية خالصة واصلة مرفوعة إلى حضرة سيد الأنام وقمر التمام وقطب الأنام سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واجعلها هدية واصلة إلى آبائه وأجداده من الأنبياء والمرسلين وإلى سائر الأولياء الصالحين وإلى آبائنا وأجدادنا ومشايخنا وجميع المسلمين، واجعلها هدية إلى روحه سيدنا محمد وإلى آبائه وأجداده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلها هدية إلى ذريته وأحبابه ومحبيه ومن اجتمع بهم ومن حفهم ومن سار على نهجهم ومن نالته نفحة من نفحاتهم.